وعندنا السان جيرمان دي زبده، كرات، كرفس، بصل، وادي مكعب مرق، وادي فص توم. حلو كده الكلام يا باشا. وادي البسله. انا فايد عندي هنا شويه بشاميل، وفايد شويه كريمه لباني، وهنخد ايه بعيد خالص. يبقى احنا كده حضراتكم عندي فراخ بتتسلق على النار، وعندي كده هنا البصلايه بنحورها ايه شوربه بسله. نقول لكم قادر شوربه البسله بتجري. عندنا شوربه البسله بس باوروبا عليها بيقولوا عليها سان جيرمان. والمخرج بيتريق عليا بيقول لي ليه مش سان جير وومن. طيب عندي بسله وصدور فراخ وبصل وتوم وكرات وكرفس، دقيق، زبده، كريمه لباني، ملح وفلفل، وصدور فراخ كده بلوشها مع بعضيها اهو. عندي شوربة الفراخ على النار اهي. ونشوف دلوقتي مع حضراتكم هنعمل ايه. ادي حبة دقيق مش كتير كده. بقى حضراتكم بناخد المية بتاعتنا عشان نكمل الشوربة اللي حدايا. كده نخش على النار. وادي الكريمه اللباني اللي فاضت.